ودلوقتي تعالوا نشوف معاكم أبرز عناوين حلقتنا النهاردة. الليلة الأهلي في ضيافة وفاق سطيف للعبور للنهائي الأفريقي. كارتيرون لا نخشى النجيل الصناعي وهدفنا تأشيرة المباراة النهائية. الأهلي يتسلح بالخبرة وسطيف يتحدى بالجماهير. العمري فاروق يطمئن على الترتيبات الأخيرة قبل المباراة. محمد يوسف الفريق جاهز ولا نخشى التحكيم. إسلام محارب أساسي وأزارو يقود الهجوم. أجيري يرفض الوديات الآسيوية وإلغاء مواجهة كولومبيا.